أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من المشهد تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. سنخصص الجزء الأول منها للحديث عن عام 2021، كيف مر على تونس. ربما أهم حدث قد يجمع عليه التونسيون هو أحداث 25 جويلية التي كانت هي موعد للاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية في تونس، لكنه تحول إلى ما يسميه المعارضون إلى انقلاب على الجمهورية الثانية، انقلاب على الدستور، وانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية على رأسها البرلمان وحكومة هشام المشيشي، هذا في نظري المعارضين. أما المؤيدون لهذه الإجراءات فهم يرون أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد هي إجراءات استثنائية من أجل إنقاذ البلاد مما سماها الرئيس قيس سعيد وقتها بالخطر الجاثم، وقصد به مباشرة بشكل واضح البرلمان التونسي الذي قال في نظره هو أنه تحول إلى حلبة للصراع ولا يعكس إرادة في التغيير من قبل الطبقة السياسية ومن الأحزاب، وبالتالي أقدم في نظره على ما أقدم عليه لإنقاذ تونس وإنقاذ الثورة وإنقاذ التجربة التونسية من الانهيار، حيث تحول الصراع إلى بين الأحزاب السياسية حول مصالح خاصة وضيقة لهذه الأحزاب على حساب المصلحة الوطنية وعلى حساب البرامج الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين. المعارضون لقيس سعيد لا يختلفون في هذا التوصيف إلا قليلا في ناحية تحميل المسؤولية، لكنهم يقرون كذلك أن هناك أخطاء كبيرة وقعت في الفترة التي مضت 10 سنوات، وأن التدارك لا يكون بالانقلاب بل يكون بالتدارك بطرق دستورية ينص عليها الدستور المعلق الآن. نتحدث إذن حول هذه النقطة التي أثارت طبعا ردود فعل داخلية وخارجية باهتة في بدايتها، لكن بعد شهرين أو ثلاثة من 25 جويلية بدأ التونسيون وخاصة ربما الطبقة السياسية والمثقفة تعي خطورة، كما تقول هي تعي خطورة المستقبل وخطورة ما يقوم به الرئيس قيس سعيد، لأنه جمع كل السلطات بيديه الآن، والدستور معطل، ومنذ 22 سبتمبر أصدر مرسوم 117 به يحكم البلاد، وهناك الميزانية التي أعلن عنها أخيرا والتي يسميها البعض إجراءات مالية لأنها لا ترتقي في نظرهم إلى ميزانية تثير جدلا كبيرا في الشارع التونسي، البعض يصفها بالكارثة على التونسيين. استتبع هذا عمليات ربما آخرها اليوم عملية الاعتقال أو الاختطاف كما سمته حركة النهضة في بيانها لقيادي من قياديها، وهو نائب رئيس الحركة المحامي نور الدين البحيري الذي اختطف من قبل رجال بالزي المدني واقتدى إلى جهة مجهولة على حسب ما ذكرت زوجته المحامية التي كانت معه حينما وقع إيقافه. البعض يتحدث على أن كل هذا هو محاولة لفت الانتباه عن القضايا الحقيقية للمجتمع التونسي وعن الكارثة كما يصفها المعارضون لقيس سعيد، الكارثة التي ستنجر عنها الميزانية التي وقع إقرارها. سنتحدث عن هذا كله بكثير من التفاصيل في هذا الجزء مع ضيوفنا من تونس، وأبدأ بالترحيب بالأستاذ بالقاسم حسن عضو مجلس النواب عن حركة النهضة. مرحبا بك أستاذ بالقاسم، وشكرا للالتحاق بنا. كذلك معي من بروكسل زياد الهاشمي عضو مجلس النواب الشعب عن ائتلاف الكرامة، كذلك مرحبا بك أستاذ زياد، وسيلتحق بنا بعض الضيوف الآخرين الذين يمثلون كذلك وجهة النظر، كذلك عصام البرقوقي عضو البرلمان وهو عضو مستقل في البرلمان التونسي معي من بريستل هنا في بريطانيا، كذلك مرحبا بك أستاذ عصام، شكرا للالتحاق بنا. وسينضم إلينا بعض الشخصيات الأخرى التي هي كذلك محسوبة على قيس سعيد وعلى خيار قيس سعيد لنسمع وجهة نظرها، لأنه حوار يهم الجميع، أن يستمع الجميع للجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة. أستاذ بالقاسم حسن، لو سألتك باختصار الجواب لو سمحت، لأنه سنمر إلى أشياء أخرى ربما أكثر عمقا تتعلق بأهم حدث، هل توافق أنه أهم حدث في السنة الماضية كلها هو ما حصل يوم 25 جويلية 2021؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحياتي لك شخصيا مرحبا بك العاملين في القناة.
وتحياتي لكل المشاهدات والمشاهدين مع أخلص الأماني بالعام الجديد. أتمنى يكون عام سعيد موفور الصحة والعافية والحيوية لكل أبناء وبنات تونس، وكل الخير والنجاة من الاستبداد والانقلاب لشعبنا ولوطننا. سيدي الكريم، نعم، ما حدث يوم 25 جويلية هو حدث فارق في هذا العام، في السنة التي سنودعها هذا اليوم هذه الليلة، هو حدث فارق وخطير جدا، يستهدف التجربة الديمقراطية التونسية ويستهدف الثورة التونسية برمتها. حتى لا أكون مطيل، كل ما ذكرتموه في التقرير وما تحدثت عنه أنت يعني أشاطره بنسبة كبيرة جدا. ما حدث يوم 25 جويلية هو انقلاب على الدستور، انقلاب على الشرعية، انقلاب على الديمقراطية، وما جاء بعده من إجراءات استثنائية ومن قرارات ومن مواقف كلها يعني بالنسبة لنا هي داخلة في الانقلاب، وما بني على باطل فهو باطل. نعم، أستاذ عصام البرقوقي أرحب بك مرة أخرى، لماذا تعتبرون حدث 25 جويلية أهم حدث في السنة الآن التي نودعها اليوم؟ شكرا لكم على الاستضافة. أدخل مباشرة في الموضوع. حدث 25 جويلية وهو انقلاب 25 جويلية، أنا نحب أقول ليس هو الحدث الأبرز للتونسيين فقط. اليوم راهو الانقلاب هذا يمس من الثورة التونسية، يمس من 10 سنوات من الانتقال الديمقراطي للديمقراطية الفتية في تونس، لكنه يمس كل شعوب العالم العربي، لأنه اليوم لازم الناس كل تلاحظ وتفهم أنه الشمعة المضيئة في هذا في ثورات الربيع العربي الوحيدة التي ما زالت تشع بنورها هي المثال التونسي. فبعد القضاء على ما معناها المشهد في مصر، في ليبيا، في الجزائر، في سامحني، في مصر، في ليبيا، في اليمن، في سوريا، تكاتفت القوى الديكتاتورية ومعناها أنصار الظلام في بعض دول العالم العربي من أجل دعم هذا المنقلب الفاسد الغاشم الجاثم في قصر قرطاج قيس سعيد. واليوم هو يهدد معناها السلم الاجتماعي في تونس، هو يهدد كل مكتسبات الثورة التونسية وكل المكتسبات التي قد تؤدي إلى تحرر بعض الشعوب العربية الأخرى من الطغيان والظلم اللي يعيشوا فيه. الشعب التونسي طيلة 10 سنوات منذ معناها سنة 2011 أصبح هو من يختار حكامه، أصبح هو من يختار أعضاء المجلس النواب الذي يمثله، أصبح له هيئات دستورية، أصبح له دستور يسير حياته. فاليوم تكاتفت قوى الظلام واضح من أجل القضاء على كل هذه المكتسبات، وهذا خطر يجب أن يجتمع عليه كل التونسيين وكل جيد. أنصار الديمقراطية. طيب أستاذ عصام، سنعود للحديث حول هذه النقطة التي تسمونها أنتم مقاومة الانقلاب بعد قليل. زياد الهاشمي، أرجو أن تكون تسمعني أفضل الآن، في ذات السياق بالنسبة إليك 25 جويلية هو الحدث الأبرز، لماذا؟ هو صراحة هو سياسيا قد يكون الحدث الأبرز، لكن يوم 17 ديسمبر وما يليه هما الأحداث الأبرز. يعني كان الحدث البارز سياسيا هو الانقلاب، فمقاومة الانقلاب هي الحدث الأبرز، يوم خروج الآلاف إلى الشوارع رافضة لهذا الانقلاب، يوم خروج الآلاف في جميع ربوع البلاد قالت لا وكسرت حاجز الخوف الذي أعاد بناءه قيس سعيد. اليوم الحمد لله هناك مقاومة كبيرة ودحض الانقلاب ما هي إلا لحظات، خصوصا ما بعد الإجرام الذي أقدم عليه اليوم لعملية اختطاف للأستاذ والنائب نوردين البحيري. يبدو أنه رقة الديك المفتوح وهذا التخبط يدل أنه قد يكون يوم 25 جويلية لحظة فرقة التليفون، ولكن حتما بإذن الله هذا الشعب سيجعلها لحظة انتصار لا لحظة هزيمة،
لإرادته. جيد. زياد ابقى معي لو سمحت. مشكورا. معي كذلك من تونس ياسر جباري الناشط السياسي. مرحبا بك أستاذ ياسر، وشكرا للالتحاق بنا. بارك الله فيك أستاذ ياسر. يعني يبدو ضيوف هنا كلهم متفقون على أن أبرز حدث ممكن نسميه سياسي في تونس هذه السنة التي نودعها اليوم هو أحداث 25 جويلية. هل الأمر بالنسبة إليك كذلك ولماذا؟ هو أهم حدث. شكرا سمير. هو أهم حدث بالنسبة لسنة 2021 للصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي في تونس والاجتماعي. أولا قرار 25 جويلية أتى بعد سنة سياسية ساخنة اشتد فيها الصراع بين السلطات والأحزاب والمنظمات، وغاب فيها الحوار وحضر الخلاف والاختلاف. واضح. نعم. ما بعد لا ننسى أنظر أيضا جائحة كورونا والكوفيد في تونس وما آلت إليه بعد قرارات 25 جويلية. نعم. بقدرة قادر بعد قرارات 25 جويلية وجد اللقاح ووجدنا الدواء للداء بالنسبة لتونس، لأن كنا ماشيين في هاوية كانت هناك تشكيات من عدم وجود تلقيح، وكل في الأخر ظهرت أنها معناها أزمة سياسية وليست أزمة اقتصادية لجلب التلقيح. واضح. ما بعد قرارات 25 جويلية وجدنا مدخل جديد، كأننا بدأنا في سنة جديدة. احنا سنة جديدة 2022 بدأت بقرار 25 جويلية بالنسبة لنا احنا. لأنه تغيير عشرية كاملة رينا فيها الويلات، رينا فيها الصراعات السياسية، رينا فيها الاغتيالات، رينا فيها ملفات دخلت الأدراج ولم تخرج. أنا وضعت على جنب. نعم. الاغتيالات، ملفات اقتصادية، ملفات دولية أيضا للحكومات، معناها تمادات عليها عديد الحكومات بدون أي نتيجة. بعد 25 جويلة وجدنا الانفراج، وجدنا تنفس والمتنفس جديد للدولة، وجدناه في الشعب، في المواطن التونسي، والشاهد يحفظ لا يقيس عليه. جيد. بالنسبة للمعارضين وبالنسبة لما سموه بالانقلاب. جيد. ياسر ابقى معي لو سمحت، أعود إليك بعد قليل. أستاذ بالقاسم حسن، إذن ياسر من مناصري 25 جويلة يقول أنه بالعكس نحن بداية السنة لن تبدأ لغدا، بدأت يوم 25 جويلية سنة جديدة فيها انفراج، فيها متنفس، فيها لقاحات لأزمة كورونا، الأزمة الصحية، وهناك معارضون لكنهم شواذ يحفظون ولا يقاس عليه. ما رأيك؟ سيدي أنا الرأي الآخر يعني هو رأي صاحبه يلزمه، أنا أحترم الحق في الاختلاف، هذا قضية بديهية ومبدئية بالنسبة لي. من وجهة نظري أنا يوم 25 جويلية هو يوم أسود في تاريخ تونس. كنا ننتظر الاحتفالات بذكرى عيد الجمهورية فيقع انقلاب سافر على الدستور. أنا أدعو أنصار قيس سعيد إلى على الأقل يعترفوا يقولوا نعم قمنا بانقلاب، قام الرئيس بانقلاب، والانقلاب ها هي مبرراته. أما يقول لم أقم بانقلاب ولم أخذل الدستور ولم أخن الأمانة ولم أضرب الحريات، هذا في الحقيقة يعني كلام لا معنى له أمام الحقائق الساطعة أمام شعبنا. أستاذ بالقاسم الحريات هي موجودة، أو مواطنون بدون ضد الانقلاب يتحركون يعني الآن. عفوا صديقي أنا نكمل الفكرة. نعم. في سؤالك يوم 25 جويلية اعتمده الرئيس على الفصل 80. نعم. الفصل 80 يلزمه ببقاء المجلس وببقاء الحكومة. معناه هو اعتبر خطر الداهم والجاثم هم المجلس والحكومة، جمد وأقال. ماذا فعل من وقتها إلى الآن؟ جمع كل السلطات بين يديه، جمع السلطة التنفيذية والتشريعية، واخترق أشياء كثيرة من القضاء، يريد أن يسيطر على القضاء، ولم يفعل أي إجراء. حكاية الكورونا والتلقيح بالعكس تماما سيدي الكريم، هي إذا كان بين عشية وضحاها ظهرت، معناها كثم تواطؤ في الحقيقة قبل 25 جويلية. سيد وزير الصحة كان من المحسوبين على رئيس الجمهورية، وكانت الإجراءات الكل متاعت الحكومة تتعطل، وبعد يتسهل الأمر هذا على الأقل سيناقشه التاريخ يوما ما. الانقلاب ضرب الحريات، الحكم الذي صدر على رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور منصف المرزوقي قبل أيام
واختطاف المحامي والنائب والقيادي في حركة النهضة اليوم نور الدين البحيري، واختطافه من أمام منزله وتعنيفه وتعنيف زوجته، إجراءات تذكرنا بعهد الميليشيات وبعهد لجان الرعاية، كذلك التضييقات الكل اللي وقعت على المتحركين في الشارع يوم 18 سبتمبر و 26 سبتمبر ويوم 10 أكتوبر ويوم 14 نوفمبر ويوم 17 ديسمبر، هذه كلها إجراءات نعرفها جيدا. ومع ذلك سقطت أكذوبة الشعب مع الرئيس وسقطت أكذوبة الشرعية مع الرئيس يوم 10 يوم 26 و 10 و 14 و 17 انتفت تماما أكذوبة الشارع، الشارع عشرات أمام المسرح وآلاف أمام الساعة وتضييقات كبيرة عليهم في الحواجز وفي الطرقات، وهذا أنتم شاهدتوه ووسائل الإعلام كلها شاهدته، ولا ينفيه إلا من يريد أن يغمض عينيه ويغلق أذانه. كذلك الشرعية، البرلمان اليوم زي. حكومة يعني لا تنال شرعيتها أمام البرلمان، وقانون مالية يعني بدون أي اتفاق معناها أمام الشعب. هكذا أنا نحب نختم الفكرة هذه الأولى بكل بتحية الأخوين عصام، ضيوفك عصام وزياد وضيفك الآخر، احنا هذه أخلاقنا، هذه عاداتنا، احنا نرحب بالضيوف، نتعامل بشكل راقي في الحوار ولا نتحدث إلا بما هو معطيات وحقائق جيد. حقائق ثابتة لشعبنا، هذا هو المطلوب أستاذ، تماما هذا هو شكرا. المطلوب أستاذ بالقاسم. إذن عصام، يعني الوضع يقول ياسر وكل من يناصره حتى الرئيس نفسه أن الوضع قبل 25 جويلية يشهد بأن الحالة كانت كارثية، هكذا يصفونها، وأنه كانت هناك خصومات يعني تجاوزت الحد أساس في المؤسسة التشريعية، وأنه القضايا الحقيقية للمواطن التونسي المتعلقة بقوته اليومي لم يقع الانتباه لها أو التفكير لها بما يكفي. يعني خصوماتكم السياسية شغلتكم عن التفكير في الحياة اليومية للمواطن التونسي، وبالتالي الإجراءات الاستثنائية كانت ضرورية من أجل العودة إلى المقصد الحقيقي لعمل كل سياسي في هذا الكون، وهو تقديم وخدمة المواطن الذي ينتخبه. فما رأيكم في هذا التبرير الذي يقدمه طبعا الرئيس قيس سعيد ومن يناصره؟ عصام، هذه ساعة. أولا أنا اسمح لي أني أرفض كلمة الإجراءات الاستثنائية، لأنه ما حدث هو انقلاب ولا يمكن توصيفه إلا بالانقلاب. اللي كان موجود في تونس قبل 25 جويليا صحيح كيفنا كيف عديد دول العالم في هذا الظرف الصحي العصيب اللي يمر به تمر به المجموعة الكونية الكل في ظل هذا الوباء المستشري، خاصة أنه احنا في طور انتقال ديمقراطي، هنالك ظروف اقتصادية اجتماعية صعيبة تعيشها بلادنا، هذا ما لا ينكره أحد. مجلس نواب الشعب كان صورة مصغرة للشعب التونسي، كان فيه تنوع كبير، فيه اليمين فيه اليسار فيه الإسلاميين فيه النقابيين فيه المستقلين، كان معناه فيه معناها من يمثل اصلا المنظومه السابقه اللي معناها سمح لها في انه تخوض غمار الانتخابات، كان الشعب التونسي هو من يختار من يمثله. المعارك السياسيه اللي كانت تدور داخل مجلس نواب الشعب هنالك مثلها في كل اصقاع العالم، في ارقى الديمقراطيات هنالك معارك معناها تصل حدتها اكثر من ما شهده مجلس نواب الشعب، وكان الشعب التونسي هو صاحب القرار في تغيير هذه المعادلات، يشاهد يراقب ممثليه، وان وجد انهم غير جديرين بتمثيله فهنالك انتخابات قادمه، من حق الشعب التونسي انه يعيد خياراته، انه يغير الاغلبيات اللي قدمها، هذه هي الديمقراطيه. لكن ما حصل بالضبط خلافا لما يتحدثه أنصار الانقلاب وقيس سعيد نفسه هذا الانقلابي الذي لا يمكن أن أصفه بغير هذه الكلمة، ما حدث بالضبط أنه هذا الرجل أعتقد وجازما أنه صناعة مخابراتية منذ سنين وليس منذ سنة 2019. ما الأدلة على ذلك يا أستاذ عصام؟ أستاذ عصام، ما الأدلة التي تجعلك تقول أنه صناعة مخابراتية؟ نعم أجيبك. نعم. تعرفوا أنه منذ سنة 2011
لما ابتدأ الشعب التونسي يشتم رائحة الحرية ويختار معناها يختار ممثليه ويختار قادته السياسيين عبر الانتخابات، وجدنا هذه الشخصية التي تسمى قيس سعيد تتصدر المنابر الإعلامية وخاصة التلفزة الوطنية، وفي أشهر برنامج يشاهده التونسيين وهي نشرة أخبار الثامنة، ليكون دائما الفيصل في الخلافات القانونية والدستورية بين كل المتنازعين السياسيين لسنوات وهم يقدمونه، في حين أن هنالك من هو أفضل منه ومن هو من درسه ومن هو أكثر منه شهادة جامعية في هذا المجال، إلى حين أن وصلنا إلى سنة 2019 واشتغلت له ماكينة إعلامية من خارج تونس ومن داخل تونس، وأنا أعتبرها مأجورة مرتزقة. والدليلي أكثر على هذا هو تقرير دائرة المحاسبات الذي يستند له هذا الانقلابي بحثا عن إزاحة خصومه وحل بعض الأحزاب السياسية. في تقرير محكمة المحاسبات عن الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 هو يتصدر الصفحة عدد 85 التي تؤكد أنه هنالك تمويل أجنبي لصفحات في تواصل اجتماعي وصل بثها إلى أكثر من 3 مليون تونسي بصفة مباشرة، لا أتحدث عن الذين وصلتهم معناها الترويج له بصفة غير مباشرة. من الصفحات هذه تبث من أكثر من 30 دولة، معناها المفروض أنه يعني الكلام هذا كله مدون في تقرير دائرة المحاسبات. طبعا اطلعوا، موجود هذا التقرير على أن على موقع الرسمي لمحكمة المحاسبات، يمكن تحميله ويمكن مشاهدة الصفحة عدد 85، هو رقم واحد في هذه الصفحة، ولهذا هو يريد الضغط على القضاء ويريد معناها الجام كل الأصوات ويريد أن يرعب كل الفاعلين السياسيين والإعلاميين والصادقين من أجل أنه يتربص بتونس. طيب. أنا أقول عليه صناعة مخابراتية، نختم في الموضوع هذا لوضع أكثر، لأنه لو كان صادقا حتى وإن كان يختلف وإن كانت له رؤية وإن كان صادقا لمحاربة الفساد ولتغيير لتحالف مع بعض الأطراف التي ساندته ولا قدم برامج ولا قدم حلول. زي. لكن أكثر من 5 أشهر اليوم لم يحاسب فاسد واحد، فقط هو فقط معناها يسلط القضاء العسكري وجزء من القضاء المدني الذي سيطر عليه من أجل محاسبة الكل معارض للانقلاب. واضح يا واضح عصام، معناها الوضع اصبح معناها واضح جدا للعيان. طيب. وكل من يقول عكس ذلك هو بالنسبه لي، وكل من يقف مع هذا المنقلب هو بالنسبه لي اما ان يكون مرتزقا من الميليشيات. عصام وضحت الفكره، اعود اليك بعد قليل، اعود اليك بعد قليل رجاء. طيب نروح الان لياسر ثم اعود الى الاستاذ زياد الهاشمي. ياسر جباري، ما ردك اذا كان عندك تعليق على ما ذكره الضيفين قبل قليل؟ ثم طبيعي أن كل معارض سيقول عمن يعارضه أنه به وعليه وأنه عامل وعمل وعمل، لكن طيب هذا الذي يعارض اللي هو قيس سعيد في هذه الحالة لماذا يعطي لخصومه الحجج؟ قد يتساءل كثير من التونسيين، لماذا لم يمضي على سبيل المثال في فتح حقيقي وجاد لملفات الفساد التي تحدث عنها مرارا وتكرارا وذكرها يوم 25 جويلية؟ لماذا وهو يقول أن تونس دولة غنية لماذا لم يسعى بكل جدية وقوة إلى إعادة الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج لتعينه على وضع هذه الميزانية؟ هناك مطالب التونسيون اليوم أستاذ ياسر يقولون أن الوضع المعيشي لم يتغير، الأسعار زادت بطبيعتها، هناك مشروع رفع الدعم عن بعض السلع، هناك تجميد للأجور وربما تسريح حتى لبعض العاملين، هناك فكرة التفويض في بعض المؤسسات العمومية، يعني هناك أفكار كثيرة اللي هي في أفكار صندوق النقد الدولي كان يعارضها قيس سعيد أو لا زال يعارضها في خطاباته، لكن حكومة بودن تمضي فيها مع شركاء دوليين يعني. شكرا أخ سمير، أرجو أن تفتح لي المجال في الرد. شكرا في البدء لضيفك الأول على رحابة صدره وحسن الإجابة، لأنه الاختلاف لا يفسد للود. القضية هي رفع راية تونس والنهوض بالاقتصاد
وما تركته تراكمات العشرية الأولى ما بعد الثورة. بالنسبة لمحادثتك الثاني السيد عصام، أجيبه أنا بالنسبة للكلابيين، بالنسبة لقيس سعيد لا أظن أنه انقلابي، لأنه لو كان انقلابيا لما دعا إلى انتخابات تشريعية، لما دعا إلى منصة شعبي وفتح المجال للجميع، لم يستثني أحدا. واضح. بالنسبة للاتفاقيات وما يروج عن قانون المالية، هي كلها إشاعات، ولا أظن أنه سيوجد قانون مالية مررة أمام البرلمان في العشرية الماضية أضمن وأنظف. وقد صرح منذ يومين الرئيس أنه اضطر للإمضاء على بعض المراسيم لأنه يعني يحاول إصلاح. نعم. وهناك محاولة لإصلاح ما تم إفساده سابقا. ليس هناك مس بالطبقة الاجتماعية الوسطى، بالعكس، هو تم الترفيع في منحة العائلات المعوزة في المنصة القانون المالية بتاع 2022، تم إيجاد عديد الضمانات الاجتماعية، ليس هناك قرارات لرفع الدعم، هذا كله إشاعات، وإن كان هناك برهان أو دليل يأتون به. نعم. لأنه صرح على لسانه في المسجد الوزاري رئيس الدولة أنه لا مساس بالطبقة الاجتماعية مهما كان. من هم الذين يدعون أنه انقلابي؟ هم طبقة سياسية التي لها أيادي مشاركة في الاغتيالات، الطبقة البرجوازية التي تقوم تبييض الأموال. لم أرى طبقة الاجتماعية تندد بإجراء 25 جويلية. واضح. بالنسبة لما كانوا يتحدثوا عنه محدثك وضيفك، قال أنه الأستاذ معناه في تواجده على مستوى القناة الوطنية والأخبار منذ 2014، الأستاذ لم يمر بالنسبة للأخبار الوطنية على الساعة الثامنة التلفزة الوطنية، لا لشيء إلا لأنه تحدث عن الإرهاب وصرح مباشرة أن الإرهاب موجود في مفاصل الدولة. منذ ذلك التاريخ لم يقوم الأستاذ بمحادثة تلفزية إلى حدود سنة 2019 تصحيحا لما جاء على لسان ضيفك الكريم. وضحت الفكرة ياسر. ياسر ابقى معي، أعود إليك بعد قليل. زياد الهاشمي، الآن أنتم كمعارضة طالبتم بخارطة الطريق، الرجل عمل خارطة الطريق، غدا سيبدأ الاستفتاء الإلكتروني وتنزيل التطبيق أو شكل من الأشكال، وبعد ذلك ينتهي في نهاية السنة الأخرى هذه التي ستدخل بإجراء الانتخابات وتدخل تونس ربما في مرحلة جديدة. لا يمكن اعتبار هذا الذي يقدمه قيس سعيد فعلا خارطة طريق يمكن التفاوض عليها من أجل البحث عن مشترك وبالتالي الخروج من هذه الأزمة؟ تسمع فيه سيد الكريم؟ أسمعك جيدا. طيب أوكي، خليني أوضح لك حاجة ساعة، تعقيب صغير على ضيوفك الكرام وخصوصا لضيفك الكريم اللي ناصر في الانقلاب في تونس. خلينا نتفق على مبدأ، لن تجد عاقل في تونس يؤكد أو يمدح ما قبل 25 جويلية من ناحية سياسية وخصوصا من ناحية الاقتصادية، يعني ما قبل 25 جويلية. لذلك أيضا هناك صوت عالي جدا اليوم بين المعارضة التونسية الانقلاب يقول لا مجال للرجوع إلى ما قبل 25 جويلية. لماذا؟ لأنه العفن السياسي الذي كان في الساحة السياسية وخصوصا في البرلمان لا مجال أن يعود هذا إلى البرلمان حيث السياسي. لماذا؟ لأنه بعد الانقلاب اتضح جليا أن السبب الرئيس في تعفن المشهد السياسي هو قيس سعيد. نعطيك دلائل، ويمكن قد يكون ضيفك الكريم المواصل للانقلاب يتحدث من خارج المطبخ السياسي على عكس أنا وزميلي يعني عصام البرقوقي.
القيس سعيد هو الذي أعطى الضوء الأخضر لترذيل الحياة السياسية والمشهد البرلماني خصوصا في البرلمان. أكثر من مناسبتين كنت حاضر فيهم يعني جسدا وروحا يطلبوا من الأمن الرئاسي التدخل لوقف عربدة عبير موسي في المجلس وتأتيهم التعليمات من القصر ويقولوا لهم اتركوها تفعل ما تشاء داخل البرلمان ليس لكم سلطة عليها. هذه واحدة. تم الاتصال به في مراسلات رسمية حتى يوقف يعني ويحرك الأمن الرئاسي في أكثر من 3 مناسبات ويرفض هذا مباشرة ويقول لا مجال إليه إنه الأمن الرئاسي يتدخل في أي مشكل داخل البرلمان. أكثر من هذا الحزام السياسي والبرلماني للرئيس هو كان تقريبا محور افتعال المشاكل وما كانت البعض كعلى اساس كرامه مثلا وانا من بينهم الا رده فعل. يعني مثلا اعطيك مثال بسيط في الميزانيه العامه للسنه اللي فاتت للدوله التونسيه عندما جاءت ميزانيه رئاسه الجمهوريه عبير موسي انسحبت من الجلسه ولم تقوم باي اعتراض على الميزانيه او تقدم اي نقد وهذا موثق وموجود على صفحة رئيس المجلس وعلى قناة الرسمية لليوتيوب للمجلس يمكن تطلع عليه. طيلة عام ونصف عبير موسي لم تتوجه ولو مرة واحدة بانتقاد مباشر لقيس سعيد داخل المجلس أو خارجه. حركة الشعب نفس الشيء، التيار الديمقراطي نفس الشيء، ثم اتضح فيما بعد من خلال التسريبات والوثائق التي أخرجت من المخابرات المصرية أنهم كانوا يشتغلون تقريبا وفاق عصابي لقيام بانقلاب على إرادة الشعب. هذه حقائق لا يمكن لك أن تنكرها. أكثر من هذا نتحدث عن تسريبات يوم في شهر أبريل موقع ميدل إيست آي قام بتسريب خطة الانقلاب كاملة. والغريب في الأمر اليوم الأول رئيس الانقلاب وقتها يعني نفى علمه بها ثم بعد يومين أقر بصحتها وقال هي قادمة لرئاسة الجمهورية ولم تصدر عن رئاسة الجمهورية. ثم تأكد لنا يعني خطة الانقلاب أنها كانت خطة معدة ومحكمة يعني خطة أجنبية بتوافق إجرامي وإرهابي من قوى يعني دولية. أكثر من هذا التسريبات الأخيرة من مكتب عبد الناصر كامل تدين قيس سعيد وكل وزمرته بأنهم مجموعة انقلابية تواطأت لانقلاب طيب. ولحرب أهلية داخل تونس. هذا إلى اليوم إلى هذه اللحظة الرئيس الانقلاب لم تكن له الشجاعة أن يخرج أن ينفي هذه الوثائق أو أن يؤكدها. طيب زياد إلى يعني تفضل ابقى معي لو سمحت. أعود إليك في سؤال ختامي أستاذ بالقاسم حسن. الآن غدا تبدأ الاستشارة الإلكترونية تستمر أشهر، فرصة مفتوحة لكل التونسيين للمشاركة، لماذا ترفضون المشاركة فيها وقد تكون سبيلا للخروج من هذه الأزمة في نظر البعض؟ لا سمير أنا سأستأذنك، الحقيقة أنا حاولت في السؤالين أجيب بدقة وباختصار والحديث ذو شجون واستمعت إلى الكثير من الأفكار والآراء حتى في الأسئلة متاعك وأريد أن أتفاعل. الحقيقة لا يمكن أن تمر هكذا. أولا عتاب صغير لخويا زياد. زياد أنا ألست من بين المطبخ؟ يعني قلت أنا وخويا عصام من داخل البرلمان. يا صديقي العزيز كنا مع بعضنا 10 سنتين وعشنا كل شيء مع بعضنا بعضا. الانقلاب لم يبدأ يوم 25 جويلية، الانقلاب بدأ منذ تولي رئيس الدولة لمسؤولياته. بدأ مع البرلمان في تحرش، رفض الجواز الدبلوماسي وعمل استشارات بريدية بالرسائل يستقبل في مواقف الكتل والأحزاب، يعين أقل ما يمكن اقتراحه سواء الفخفاخ أو المشيشي، يرفض مقترح تعديل المحكمة الدستورية، يرفض القسم في التحوير، ويقوم بإجراءات يعني تشجيع كل من يرذل المجلس كما كان يقول الأخ زياد والأخ عصام. عبير موسي اعترفت بعظمة لسانها أنها هي التي شوهت له المجلس. سيدي أنا من حبش مطول لأنني أعرف وقتكم ثمين جدا، لكن بكري قلت لها الحريات لم تضربها مواطنون ضد الانقلاب وهو إضراب الجوع اللي بالمناسبة وحي الصامدين المضربين عن الطعام
دفاعا عن تونس وعن الحرية والديمقراطية وليس لأي سبب شخصي. التضييقات كثيرة جدا، ومن بين أسباب إضراب الجوع هو التضييق على الحريات ومحاولات التدخل في القضاء. الانقلاب سيدي الكريم، ثم حتى عاقل ينكر اللي انطلق من الخرق الفاضح للدستور في الفصل 80. فصل 80 أنا أسأل ضيفك يقرأنا القراءة التي يريد التي يشاء باش يبرر فيها لقاح احترام الفصل 80، لأن طلبت من رئيس الدولة بكل شجاعة يقول نعم عملت انقلاب من أجل الشعب التونسي، يسدوا من أجل تونس. ما يقولوش عملنا انقلاب، لأن هذه هي فضيحة الانقلاب بتاع 25 جويلية. انقلاب الرئيس الدولة ما عندوش هذه الصلاحيات باش يعمل هذا، ما عندوش، ليس عنده الصلاحيات وليست وليس مفوضا من خلال الانتخاب وفق الدستور هذايا باش يقوم. لذلك الاجراءات اللي عملها اولا هي شكليه، هي غير سليمه، استشاره الكترونيه واستفتاء، معناها هو يدير ويختار الاشخاص نتاعه ويحلل نتائجه ويقدر ويؤلف. اثنين، ليس صحيحا اللي هو مفتوح للجميع، الشعب التونسي رافض الانقلاب، 90% اليوم من الاحزاب السياسيه ومستعد نعينها لك ونسميها لك انا الان، ما تلقى كان اربع احزاب، الدستور الحر وحركة الشعب والتيار الشعبي والوطن فقط لا غير، اللي من منهم في البرلمان كان الدستور الحر وحركة الشعب، في حين اليوم الكرامة وقلب تونس والنهضة وأمل وعمل واتحاد الشعب الجمهوري وحركة الإرادة والإرادة الشعبية وحزب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل ويعني الحزب الجمهوري، هم كلهم معلنين في مواقفهم. 90% من شعبنا، 90% من أحزابنا، 90% من مجتمعنا المدني كلهم ضد الانقلاب. وانا ناكد لك حاجه، والتاريخ ما بيناتنا، الانقلاب الى زوال، الى زوال، لن ينجح ولن يبقى ابدا بفضل شعبنا، بفضل اراده شعبنا العامه، لن ينجح هذا الانقلاب، هو الى زوال والى سقوط، وهو يقوم برقصه ديك المذبوح الان، لانه ادرك. شوف خويا، قانون ختمه رئيس الجمهوريه، قانون 38 يتحدث زي ضيفك على الإجراءات الاجتماعية، احنا قانون المالية بتاع ناول عملنا فيه 26500 انتداب، 16500 واردة في القانون، و10000 أضافناها احنا المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا، 159 نائب صوتوا على القانون، وأكثر من يعني 120 نائب صوتوا على ذلك المقترح في قانون المالية. رئيس الجمهورية اختم قانون المالية واختم القانون، ماذا فعل؟ قال لهم القانون 38 لن يطبق، قانون عمالة الحظائر ضربوه عرض الحائط، هذه الإجراءات الاجتماعية. نعم، العشر سنين اللي فاتت كانت تجاذبات سياسية تمنع المنجز الاقتصادي والاجتماعي، واضح. مش معناها الناس ما يحبوش يعني المنجز الاقتصادي والاجتماعي، كانت تجاذبات رهيبة جدا تسعى للتآمر على الثورة وعلى التجربة الديمقراطية التونسية. نعم. جاء هو قال أنا الثورة وأنا إرادة الشعب يريد، فماذا فعل؟ ضرب عرض الحائط كل ما نريده لمجتمعنا لطبقاتنا، واضح القسم. شكرا، ابقى معي. عصام برقوقي، المستقبل الآن، خارطة الطريق التي عرضها قيس سعيد، ما رأيكم؟ هل يمكن أن تكون سبيل الخروج؟ هل ستشاركون في الاستفتاء الإلكتروني؟ شكرا لك. أنا نحب أكون واضح، توا كل الشروح وكل التبريرات قدمت. نعم. اليوم من الواضح جدا والجلي أنه هذا الخائن العميل القابع في قصر قرطاج ليس جزءا من الحل، بل هو الذي معناها تآمر على الدولة التونسية وعلى الشعب التونسي، ومش يكون واضح، بإعاز من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات، وبتدريب على الانقلاب من طرف السلطات المصرية، وبمباركة فرنسية، ويريد حصر المعركة ضد الإخوة في ائتلاف الكرامة، لأنهم هم من قدموا اللائحة البرلمانية التي طالبت فرنسا بالاعتذار إلى تونس على الحقبة الاستعمارية وعلى استعمارهم المقيت لتونس، وكذلك يريدون حصر المعركة ضد حركة النهضة، لأن هي الحزب البارز الذين لهم مع ضدهم عقد إيديولوجية. أنا اليوم لست لا نهضويا ولا من ائتلاف الكرامة، أنا نائب شعب ومثل حزب الإرادة الشعبية مستقل كل استقلال عن من سميتهم من زملائي، أمثل ولاية الثورة سيدي بوزيد، وأؤكد لكم
أنه قيس سعيد اليوم يجب أن يجابهه كل التونسيين، ها وحتى الناس اللي غلطوا واللي هكا آملوا يقول لك مثالش خليها حتى في إطار انقلاب لربما الأمور تتحسن بعد أكثر من 5 شهور. هاكم شفتوا فقط قمع للحريات، فقط معناها كذب متواصل، فقط معناها خرق للدستور للقوانين. الإصلاح يتوانسة لن يكون إلا في ظل القوانين وفي ظل دستور الدولة. يجب اليوم أنا أدعو كل من يستمع لي من أبناء الشعب التونسي، أدعوهم إلى المقاومة القوية لهذا الانقلاب الذي بدأ يكشر عن أنيابه اليوم، والذي لا يريد خيرا لتونس. هم مستعدين إلى كل شيء، مستعدين أنهم يخربوا البلاد مهما كان. المهم أنه الديمقراطية لا تعود إلى تونس. يريدون أنه بخراب تونس لا قدر الله يرسلون رسالة إلى كل شعوب العالم التي ترغب في التحرر. هاو شوفوا، هاو من يفكر في التحرر ويفكر في الديمقراطية شنو يصير فيه. أنا أقول لابد من تلقين، أختم أنا أقول لابد اليوم من تلقين هذا الانقلابي الخائن العنيف الدرس الأمثل من خلال معناها احتجاجات شعبية عارمة في كل ولاية الجمهورية تصل إلى حد العصيان المدني، ولا بد من عدم فسح المجال لكل من يسانده من المرتزقة أو من المغفلين الذين انطلت عليهم أكاذيب ومعناها خزعبلات هذا الانقلابي. لابد وضحت الفكرة عصام. الديمقراطي في تونس شكرا. والتوانسة قادرين في الانتخابات أنهم هما يغيروا معناها المعادلات، مش بفضل انقلابي مدعوم من قبل. شكرا عصام البرقوقي عضو مجلس النواب المستقل، كنت معي من بريطانيا. ياسر جباري، الاستفتاء الإلكتروني يشكك الكثير في أنه سينجح، وأن السيطرة عليه وعدم الشفافية سهلة جدا، تزوير كل الأصوات كذلك سهل جدا. كيف يمكن ضمان والقول أن هذا الاستفتاء سيكون فعلا استفتاء معبر عن التونسيين؟ هل الاستفتاء بهذا الشكل يعبر عن التونسيين؟ كل التوانسة يستطيعون استعمال الفيسبوك والإنترنت وغيرها؟ سمير. نعم. ألو. أسمعك ياسر، تفضل. أجيبك برحابة صدر. إن كان ما يفعله قيس سعيد هو انقلاب فنحن داعمون له، لأنه نهض بالبلاد وسينهض بالبلاد، ليس كما نهضت بها الأحزاب في العشرية الفارطة. بالنسبة للاستفتاء، الشعب غدا سيكون على موعد تاريخي، وهذا الموعد سيكون بدايته غدا، وسيكون انطلاق تفعيله وعودة الإرادة للشعب يوم 17 ديسمبر 2022. بالنسبة للاستفتاء، لا أظن أن هناك منزل في تونس اليوم ليست به أو موجود به هاتف من نوع السمارت فون أو الهواتف الذكية. طيب. ايضا بالنسبه في المرحله الفارطه، كانت هناك تزييف في المنصات الاجتماعيه، وجدنا اقبال كبير من الطبقه الشعبيه والاجتماعيه الهشه موجوده على هذه المنصات وشاركت. يعني بالنسبة، لكن انت شفت المشاكل الالكترونيه اللي حصلت والتزوير وسرقه الكود اللي حصل، يعني وقعت مشاكل تقنيه كبيره. هناك يعني هناك رمز اولا بالنسبه للمشاركه في الاستفتاء، يجب أن يكون حامل المشارك في الاستفتاء برقم هاتفه الشخصي. واضح. أولا. نعم. ثانيا، هناك رقم سري سيوجه مباشرة للشخص ذات. يعني لا أظن أنه معناه سيتم تفعيل رموز أخرى أو أرقام سرية أخرى أو الدخول بمعطيات خاطئة. لا أظن سيفعلوا معناه سيكون كما فعلوا في تزوير الانتخابات بناخبين موجودون في المقام. نعم. متوفين منذ سنين. هناك المشاركة هو الدخول عبر الهاتف، سيتحصل المواطن على رمز سري. طيب، لكن ياسر واضح. ياسر، لكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين لا ينتظر
حتى سنة أخرى متاع انتخابات، وهناك تقارير صحفية نزيهة بعيدة عن التجاذبات السياسية وحتى ليست حتى محلية. قبل التقارير الصحفية تتحدث لا 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 تقارير اسمعني بس خلينا نكمل لك سؤالي عادة. يعني رويترز على سبيل المثال تقاريرها موضوعية لأبعد الحدود، تتحدث في سؤال مواطنين تونسيين عن أنهم لم يروا شيئا وأن هناك غلاء في المعيشة وأنه كما قبل كما اليوم لم يتغير شيئا وأنه قيس سعيد مشغول بخصوماته السياسية وتصفية حساباته السياسية. هذا رأي عام في 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 تونس. كيف يتم إقناع كل هؤلاء بالمشاركة وهم لم يروا شيئا في حياتهم اليومية؟ شكرا أخ سمير. بالنسبة للطبقة الاجتماعية وغلاء المعيشة وغلاء الأسعار، هذا ليست صنيع 25 جويلية الحين، ما يشي معناها كانت من يوم 25 جويلية لقينا الأسعار كلها غالية ولقينا الواحد. هناك اجتهاد كبير وضل على لسان الرئيس أيضا تحدث وقال أنه سنمر بمرحلة صعبة كبيرة برشا. هذا ما حتى تونسي ما نجم يشكك فيه، لأنه هذا كل تراكمات كما نرجع ديما راني نقولها تراكمات عشرية كاملة لوصلتنا من احتكار طيب. من تبييض أموال إلى غيره وصلتنا للمرحلة هذه تاع غلاء معيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي. كل ما يجتهد إليه سواء بالنسبة لحكومة بودن سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد أنه يسعى بجميع الطرق إلى ضرب الاحتكار، محاولة تخفيض في القدرة الشرائية، وهذا ما سعى إليه في الميزانية بتاع 2022. هذا ما سعى إليه بالاطلاع. الإجابة ستكون بالاطلاع على الميزانية بتاع 2022 وما فيها من اجتهادات كبرى جي. لعدم المس بالطبقة الاجتماعية. وضحت الفكرة يحكم. وضحت الفكرة ياسر جباري الناشط السياسي، كنت معي من تونس، شكرا جزيلا لك. زياد الهاشمي، الآن يعني لما أنتم معارضون لقيس عيد وتقولون أنه كما كان يحكي سيف القاسم حسن قبل قليل أنه الانقلاب إلى زوال وأنه سيكذا ورقص الديك المذبوح، الواقع ربما يقول البعض أن الواقع عكس هذا تماما. قيس عيد ماض في مشروعه، يتصرف كمان كما هو الحاكم الفعلي وبدون أي اعتراض، يعرض الميزانية ويمضي فيها وستنزل إلى التنفيذ، يشكل الحكومة، يعتقل هنا يعتقل هناك، يعني خارج طريق. غدا سيبدأ عملية الاستفتاء الإلكتروني، يعني المشروع ماشي إلى الأمام وأنتم تعارضون. ليس هناك أي دليل على أنه القيس عيد ومن معه مرتبكون، يعني هم ماضون فيما يريدون فعله. خليني نبدأ بتعقيب صغير جدا واعتذار من أستاذي الفاضل في سيد القاسم حسن، لأني تغافلت يعني على ذكر اسمه، وإن شاء الله يقبل اعتذاري، لكن كنت بالحماسة في الحديث لهذا يعني إنساني الشيطان يعني عند ذكر اسمه، يعني نعتذر له مرة أخرى. هذه نقطة أولى. بالنسبة لقيس سعيد، شوف المخلوع الأول هو أصبح قيس سعيد اليوم شعبيا ينادى بالمخلوع أيضا، لأنه خلع الشعب يعني بقت مسألة إجراءات يعني فقط. المخلوع الأول بن علي يوم 14 جانبي هرب من تونس، لكن يوم 13 جانبي كان يهدد ويتجبرا ويتفرعا ويزمجر ويخرج النار من أنفه وخشمه، يعني من أنفه وفمه، يعني كان تنين أمام الميكروفون ويهدد بالمحاسبة وسوف يحاسبون و و و و و يوم 14 جانبي كان فارا وهاربا، يعني هذا واحدة أكثر من تشاوشيسكو. يعني ساعات قليلة قبل إعدامه في ساحة عامة كان يتوعد الثوار يعني بشد العقاب وسوف مضي في العقاب وفي الإجراءات وكل شيء، وغيره. يعني جميع الطغاة إلى 90 دقيقة يعني قبل نهاية انقلابهم وطغيانهم يكونون دائما في ذمة النشوة، لذلك رب العالمين يقول يمدهم في طغيانهم يعمهون، لأنه رب سبحانه
ما هو ثم مثل يقول لك يعني وقوله لك مثل يقول لك الغباء جند من جنود الله يسلطه الله على الظالمين. واليوم المرحلة الغباء الذي فيها قيس سعيد يبدو أن الله عز وجل ارتأى أنه يسلط عليه هذا الجندي حتى يمارس هذا الغباء وهذه الفرعنة وهذه العنجهية والاستمرار إلى الأمام. أكثر من هذا يعني لا أستغرب، أنا كنت نسمع في أحد أنصار الانقلاب يعني الجميع يقول هذا انقلاب، هذا ظالم، هذا يعني إنسان باع دنياه بآخرته، هذا إنسان يعني تقريبا الجميع تبرأ منه. ما فيك طرفة سي سمير، يعني الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة أمضى قرابة أسبوع وهو يبحث عن مناصر واحد عليه القيمة والوزن حتى يدخل معهم في البرنامج ولم يجدوا، إلى ما دعاهم في آخر ساعة يعني إلى دعوة شاب كان هزيل ضعيف حجته متهاوية خرج أضحوك. اليوم القنوات التلفزية سيد الكريم تبحث بجهد جيد عن مناصر له وزن وقيمة بين أنصار قيس سعيد ولا تجد. الجميع بدون استثناء قفز من مركب الانقلاب، لم يلقى معه إلا النصيحة وما أكل السبع والجيفة أيضا. هذه نقطة. طيب نتحفظ على مثل هذه العبارات يا أستاذ زياد، لكن لا فقط تعليق على ما أشرت أنت هذه النقطة ثم أعود لك مباشرة. وسائل الإعلام في تونس حقيقة موجود كثير ممن يتحدث باسم الرئيس ويفسر في حملة الرئيس ويدافع عن مشروع قيس سعيد، موجود في وسائل الإعلام التونسية حقيقة. هذا اسمعني شوف، أنا قلت لك أنا أرفضت كلامي أيدته بقلت لك بأسماء وازنة. طيب. وازن، فشوف لما تتحدث عن مناصري الانقلاب فإنك تتحدث عن قامات، تتحدث عن الدكتور مصطفى المرزوقي، عن الدكتورة سناء بن عاشور، عن الدكتور عياض بن عاشور، عن محمد هنيد، دكتور محمد هنيد، تتحدث عن الأستاذ فتح المخلوق. واو. تتحدث عن قامات يعني شامخة. اليوم سمي لي اسم شامخ، هناك أستاذ جامعي وحيد وهو أمين محفوظ وهو تقريبا يعني صف ثالث في الجامعة التونسية، صف ثالث يعني في الجامعة التونسية هو الوحيد، وبعض الكرونيكات يعني الموجودين يعني تقريب للصورة فقط تدفعون عليه. أنا قلت لك أعطيني اسم وازن، اسم أكاديمي. نعم. طيب. اسم سياسي. لا يتلك لن تجد. واضح. لك سنتين للتفكير لن تذكر لي اسم ذو قيمة علمية أو سياسية مناصر للانقلاب. لكن دعني أختم بهذه الجملة وأقول لك من الشاكرين سيد الكريم، شوف أنا لا أستغرب أنه يكون هناك أنصار من الانقلاب إلى 90 دقيقة، فهذا التاريخ أثبت لنا هذا والقرآن أثبت لنا يثبتون لنا هذا. يعني شوف فرعون إلى آخر لحظة ويرى المعجزة أمامه وهو مصر على كفره، لذلك يا ربي قال فرعون وجنوده الزوز مع بعضهم. اليوم فما ناس تشوف الانقلاب هاوي، والانقلاب يعني ماضي في محل الظلم وهتك الأعراض وهتك يعني ما خلش موبقة ولم يفعلها هذا الانقلاب، وهنا أيضا كجنود فرعون إلى 90 دقيقة ما زالوا متمسكين. بإذن الله بإذن الله لن يكون لكم مصير إلا فرعون وجنوده، وأكثر من هذا ليس للانقلاب من مكان. شكرا. إلا ما زاد للتاريخ لا غير. طيب شكرا زياد زياد الهاشمي عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكرامة، كنت معي من بروكسل، شكرا جزيلا لك. أختم معك أستاذ بلقاسم حسن، في شيء أخبار على نور الدين البحيري عضو القيادي في النهضة، لأنه هناك محمد الهادفي اللي هو رئيس فرع المحامين في تونس يقول أنه باتصاله بوزيرة العدل ليلى جفال تؤكد أنه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في مكان حددته وزارة الداخلية. هل من مزيد بداية حول هذه المعطيات، وكيف تتوجهون أنتم في النهضة هذه البعض يقول بداية الاعتقالات؟ فعلا يعني البلاغ نتاع رئيس فرع تونس للمحامين والإعلان الدخول في اعتصام حتى التوصل إلى تحديد مكان المناضل الأخ نور الدين البحيري ووصول محامين له وما تم تداوله وما كنت أقرأه لي الآن، هذا صحيح يعني كلامي يتخال في أماكن عدة. الحقيقة أنا لا أريد أن أخذ الأخبار من غيري أصلها،
شكون اللي يقول في ثكنة العوينة للحرس الوطني، شكون يقول في مدينة منزل بورقيبة، شكون يقول في مكان مجهول، هذا ليس مهم. المهم هو الاختطاف، الاعتقال غير القانوني، الوضع في إقامة جبرية الغير القانوني أيضا، واللي هذا كله يدخل في سير الانقلاب اللي هو نهج الاستبداد ونهج الدكتاتورية. ونحن ننزه القضاء التونسي تماما، ونعتبر أي توظيف للقضاء وأي استغلال للقضاء وأي قرار باسم القضاء لا يدخل في استقلالية قضائنا وفي نزاهته وموضوعيته، وهذا أمر واضح جدا، ونثق في القضاء ثقة كاملة. ثم حديث على رخص التاكسي، يعني أشياء مهزلة الحقيقة. ثم الحديث على، يعني طبعا هناك تعنيف أمام منزله لي ولزوجته وافتتاك هاتف، هذه كله أشياء لا تمس الجوهر اللي هو هذا استبداد. وأنا استمعت إليك باكري أنت الأخ سمير تقول قاعد يمشي في أموره بدون أي معارضة تذكر، بل بالعكس، يعني اليوم هو وحده، اليوم الغالبية العظمى من الشعب التونسي ضده، والغالبية العظمى من القوى السياسية ضده، حتى اللي ساندوه صفقونه في بداية الانقلاب جزء كبير تنحى عنه وتخلى عنه. واليوم الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع، يعني الاحتكار وغيره مش من العشرية، هذا مش من العشرية، هذا واقع سياسي واقتصادي واجتماعي قلنا نعالجوه بالحوار وبالإجراءات الدستورية والديمقراطية، والرئيس يحب يعالجوه بالاستبداد وبيتمسك كل السلطة في ديه، وهو يرى أنه لا يستطيع، لأن المستبد والمنقلب واللي كان يحب هو السلطة، وكما قال موتسكيو كل ما تتجمع السلطة بيد فرد إلا وينزع إلى الاستبداد، وهو اليوم ينزع الاستبداد. علاش أنا قلت لك هو زائل وآئل إلى زوال وإلى سقوط؟ إحنا عندنا ثقة في شعبنا، وعندنا ثقة في إدارتنا، وعندنا ثقة في أجهزة ومؤسسات الدولة. لن يقبل مواصلة هذا الانقلابي العبث بالدولة، لأن اللي قاعد يقع الآن هو عبث بالدولة، عبث بالحكومة، وعبث بالإعلام، وعبث برأي في القضاء إلى آخره، عبث بالدولة، مس بتاريخ تونس الكبير في إدارتها وفي أجهزتها. الأمن الجمهوري والجيش الوطني عندنا فيه ثقة كاملة، ما نش داعيين حد شيء إحنا، لكن نعتقد أن الجميع الآن أصبح يدرك إدراكا تاما أننا لا يمكن أن نقبل أن نكون في وضعية روما التي أحرقها نيرون. تونس عزيزة ومنيعة علينا جميعا سيدي الكريم، ما يحصل الآن في البلاد، هذا الرئيس أقسم على الدستور وحنثه، مهموش يحنث، عنده صلاحيات في الدستور محدودة مش قابلها، يحب يتغول، يحب نظام سياسي آخر على مقاسه ودستور آخر على مقاسه، وهذا لن يتم أبدا. شكرا. إلا بإرادة شعبنا وفق الإجراءات الدستورية المحضة. شكرا جزيلا لك أستاذ بلقاسم حسن، عضو مجلس النواب عن حركة النهضة، كنت معي من تونس. شكرا على المشاركة والإفادة مشاهدي الكرام. فاصل ونعود لنتم الجزء الثاني من المشهد، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، الجزء الثاني سنخصصه الحديث عن موريتانيا، حصاد هذا العام أهم الأحداث في داخل موريتانيا وفي خارجها، مع مجموعة من المحللين، وأبدأ بالأستاذ أحمد ولد محمد المصطفى الكاتب والمحلل السياسي من ووكشوت. مرحبا بك أستاذ أحمد، شكرا للالتحاق بنا. برأيك ما هو أهم حدث في هذا العام الذي نودعه اليوم في موريتانيا؟ هناك الكثير من الأحداث التي عرفها العام الحالي في موريتانيا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى الحقوقي. وأعتقد أن من أبرز الأحداث السياسية التي سيطرت على مستوى لا بأس به من الجدل والنقاش في الساحة العامة في موريتانيا موضوع الحوار السياسي أو التشاور السياسي كما تفضل الحكومة، ورغم ما حوي به من اهتمام سواء على مستوى الطيف السياسي والإعلامي أو على المستوى الرسمي، فلم تنعقد سوى جلسة تحضيرية واحدة علق بعدها إلى اليوم، مع أن الجميع يطالب به مع استحضار الخلاف الدائر حول تسميته. فالرئيس والأغلبية عموما تصفه بأنه تشاور، وأنه طبيعي أن يقع في حين تطالب المعارضة بأن يكون حوار سياسي وأن يكون مع الحكومة وليس مع الحزب الحاكم، وأن تكون نتائجه ملزمة ويناقش كل المواضيع دون استبعاد أي موضوع ولا أي طرف. كما أن المواضيع كذلك التي أخذت نقاشا واهتماما
موضوع وهو امر طبيعي ومتوقع موضوع تقييم الاداء الحكومي بشكل عام على كافه الصعود. واعتقد ان النظره الاجماليه او التقييم الاجمالي لهذا الاداء انه في عمومه كان سلبيا، وان هذا التقييم صدر حتى من الرئيس نفسه قبل اسابيع، وقد خصص عده اجتماعات تركزت على انتقاد مستوى الاداء الحكومي في المشاريع التي اطلقتها الحكومه، وخصوصا مشاريع الاشغال العامه، وخصص اجتماعا للوزراء المعنيين بهذه القطاعات، واصدر لهم اوامر بضروره اتخاذ اجراءات لتسريع هذه الوتيره. وبالتالي اعتقد انه ما دام هذا هو التقييم الرسمي الصادر عن الحكومه، بالاحرى ان يكون التقييم المعارض اكثر قسوه واكثر انتقادا. موضوع اخر وهو ان كان في كل دوله لكنه في موريتانيا اخذ نقاشا خاصا، والموضوع المتعلق بتاثير الاوضاع الاجتماعيه، وخصوصا ما وقع من احتجاجات في عده مناطق، بعضها وصل درجه احراق مقرات حكوميه كما وقع في مقاطعه تركيز، ما ترتب على هذا من توقيفات ومن اعتقالات. عموم التظاهرات التي وقعت كانت مرتبطه اما بارتفاع الاسعار او بتردي خدمات ضروريه كخدمات الماء والكهرباء، وبالتالي كان لهذا الموضوع الاجتماعي المرتبط بارتفاع الاسعار المرتبط بتوفير الخدمات الاساسيه بالاداء الحكومي في هذا المجال، كان له كذلك اهتمامه في النقاشات العامه وفي تقييم محصله السنه بشكل كلي، حيث تم رصد على الاقل 10 نقاط داخل البلاد لم تكن معروفه بانها موطن للاحتجاجات او للتعبير بشكل صوتي مرتفع، ومع ذلك وقعت فيها احتجاجات تطلبت تدخل امني، تطلبت حتى تعزيزات من مناطق اخرى، وهو ما شكل رساله في مستوى التأثير الذي تركته جائحة كوفيد على الأسعار نعم. بشكل عام طيب. وعلى الأوضاع حتى النفسية بالنسبة طيب. لهؤلاء المواطنين. أحمد ابقى معي مشكورا. الولي والسيدي هيبة كذلك ينضم إلينا من نواكشوط، مرحبا بك الولي. رأيك كذلك في عملية يعني أهم حدث ترشحه أنت في موريتانيا هذا العام؟ يعني موريتانيا ككل بلدان العالم شهدت أحداثا داخلية نعم، وهذه الأحداث تفاوتت في أهميتها. يجب التذكير بأن البلاد الحمد لله هذه السنة كلها كانت بعيدة عن النزاعات المسلحة والخلافات من أي نوع مع دول الجوار كالجزائر والمغرب والروماني وموريتانيا، لأن العلاقات كلها كانت حسنة ولم تسجل الحدود أي أحداث يمكن أن تعكر صفو الموريتانيين. ولكن على المستوى الوطني وقعت بعض الاحتجاجات والاعتصامات التي لم تكن حادة إلا ما كان منها في مقاطعة تركيز، حيث تم اعتقال البعض من المواطنين الذين كانوا محتجين. وبالطبع شكل سجن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز الحدث الأبرز في هذا العام، وأيضا تمرير البرلمان لقانون حماية الرموز الوطنية الذي أثار جدلا كبيرا تباينت حوله المواقف والآراء ما بين المؤيدين وبين الرافضين. هنالك أيضا تصدع فعلا حدث في أجواء التهدئة السياسية، هذه التهدئة التي كانت أول ما حققه الرئيس عندما استلم زمام الأمور، حيث كانت الأجواء السياسية مشحونة ما بين المحاربة والأغلبية الحاكمة. جاء الغزواني وأول ما عكب عليه هو حاول أن يحدث هذه التهدئة ونجح فيها، لكنها مؤخرا بدأت مع بوادر تشاور كان ليفضي إلى حوار، بدأت إذن تصدعات في تلك التهدئة السياسية. الأحداث الأخرى منها مثلا ما تعلق بالعلاقات البينية بيننا والسنغال، يعني تدشين بداية العمل في جسر الرابط بين ضفتين السنغال وموريتانيا، وهذا حدث هام وهام جدا، يعتقد الموريتانيون أنه سيكون فاتحة توطيد العلاقات التجارية والبينية بين البلدين. هنالك أيضا التعامل الذي كان مع جائحة الكوفيد،
البعض يرى أنه كان ضعيفا، والحقيقة أنه كان من أحسن ما كان في القارة الإفريقية، حيث استطاعت الحكومة أن تطوقه شيئا ما، ولذلك النتيجة في الوفيات وفي العدوى هي قليلة جدا بالنسبة لكل الدول المجاورة، وذلك عمل جديد يمكن أن يضاف لحساب السلطة الحاكمة. وأحداث أخرى جانبية يمكن أن نتحدث عنها. طيب. انطلاق التشاور في بدايته كان حسنا ثم بعد ذلك تعسع، وذلك دليل طيب على أن تم فعلا الأمور طرأت وعكرت الأجواء. جيد. لذلك أرشئ للسنة المقبلة. طيب ابقى معي أستاذ سيد ولي، سأعود إليك بعد قليل. أحمد، أشرت أنت قبل قليل في أهم الأحداث إلى الاحتجاجات اللي حصلت في موريتانيا ووصلت بعض الأحيان إلى حراق بعض المقار الحكومية، هل تتصور أنه ستتواصل، بمعنى أنه ستكون أحد أهم الأحداث للسنة المقبلة، وهل لدى الحكومة على الأقل ما يسكت غضب هؤلاء؟ لم أسمع السؤال بشكل جيد. سألتك عن الاحتجاجات التي حصلت، أنت أشرت أنه من بين الأشياء المهمة اللي حصلت هذا العام احتجاجات وصلت إلى حرق بعض المقار الحكومية، هل تتصور أنها ستستمر، وهل لدى الحكومة حل لهذه الاحتجاجات، بمعنى يسكتها ربما أو ينهيها؟ أعتقد أن في الأفق أن ما يشير لذلك، ما يؤشر، لأن هذه الاحتجاجات لم تجد حتى الآن حلولا جذرية توقفها، خصوصا وأنها كما أشرت هي احتجاجات مطلبية خدمية، في الغالب تبحث عن الماء أو عن الكهرباء في ظل تردي خدماتها في العديد من المناطق. قبل يومين كنا أمام تظاهرات في منطقة داخل الولايات ثم الغايرة، أخذت هي الأخرى منحا إلى حد ما يمكن وصفه بأنه انزلاق دون أن يصل مستوى تضرر مؤسسات عمومية، لكن هذه مجرد مؤشرات. وكما أشرت العام الماضي في قرابة 10 مناطق حصلت في الشامي، في باسكنو، في كوبني، في بجوجت، في زويرات، في أطار، في غيرها من المناطق. وبالتالي ما دام أداء الحكومة كما أشرت آنفا محل انتقاد حتى من الرئيس نفسه ومن الحكومة أحرى من المعارضين، فلا شك أنها لن تتمكن من حل كل هذه المشاكل في أفق أشهر بنفس الوتيرة الحالية، وهذا يعني أن المناطق الداخلية من البلاد مرشحة للمزيد من الاحتجاجات، خصوصا إذا أدركنا أنه إذا كانت هذه الاحتجاجات تقع في فصل الشتاء، وهو فصل عادة تقل فيه الطلب على هذه الخدمات وخصوصا خدمات الماء، بالتأكيد إذا كان فصل الصيف ستكون الطلب أكبر. نستحضر كذلك أن موسم الأمطار في البلاد داخل البلاد هذا العام لم يكن جيدا، وقد بدأت بوادر تأثير ذلك على الثروة الحيوانية، ومناطق واسعة من البلاد خصوصا ذات الكثافة السكانية تعتمد على الثروة الحيوانية على قطعانها في حياتها اليومية، وسوء موسم الأمطار والعجز المسجل فيه يؤثر عليها تأثيرا بالغا. صحيح أن الحكومة أعلنت عن برنامج لتوفير الأعلاف ومساعدة هؤلاء، لكن لم يبدأ تنفيذه إلى الآن، وهناك شكاوى من الطريقة التي سيتم تنفيذه بها. طيب ابقى معي أحمد، أعود إليك في تعليق أخير حول الزيارة الخارجية التي أداها الرئيس الموريتاني إلى الجزائر، ما بأي شيء عاد، لكن تعليق كذلك ولي ولتدي هيبة على هذه المظاهر الاحتجاجية. قد يكون البعض يقول بعض أنها طبيعية، لكن في بلد مثل موريتانيا لها تأثير كبير، خاصة أنها تتعلق بقوت الناس اليومي. لماذا تستمر هذه الاحتجاجات بتقديرك الولي ولتدي هيبة؟ مثل موريتانيا ودول القارة الإفريقية كلها، نظرا إلى ضعف الحكامات فيها وإلى أمور أخرى، منها مثلا هذه المساحة الشاسعة التي تمتلكها موريتانيا وتباعد المواطنين فيها، هو في حد ذاته إشكال تنموي كبير، لأنها مقدرات الدولة إذا كانت، وفي ضدي كما قلت ما هو معلوم في هذه الدول من وجود رشوة ووجود فساد، هي صعوبة تغطية هذه المناطق الشاسعة وإعطائها ما تستحق من وسائل التنمية، وهذا ما بعث الاحتجاجات
في عديد البلدات تمت يعني المواطنون يشكون ضعف الخدمات وبعدهم عن السقاية الطبيعية التي تمكنهم من الاستمرار في الحياة لأن الماء هو أهم شيء. هذه قضايا فعلا أثارت عديد احتجاجات، ولكن كلما كان ذلك كلما كان وخزا للدولة فتراها تسرع لتلبي بعض هذه المطالب، وهذا في حد ذاته إيجابي كما قلت بظل ما هو معلوم من هذه البلدان من عدم اكتراث المسؤولين بالمصالح العامة ومصالح المواطن لما هو موجود من النهب والفساد وما إلى ذلك من الأمور التي تضيع ميزانية الدولة وتضيع مخططاتها الاقتصادية التي تكون في الأصل إيجابية وموزعة توزيعا عادلا وواضحا، لكن مع عملية التسيير كما قلت هي التي يعوزها تعوزها النظافة وتعوزها الاستقامة وبالتالي تحدث هذه الثغرات وتبرز هذه الاحتجاجات. أبقى معي، أعود إليك في سؤال ختامي. أحمد ولد محمد مصطفى، زيارة ولد الغزواني إلى الجزائر بماذا عاد؟ أعتقد أن زيارة النور الإجمالي لها فكرة أنها زيارة مهمة، فهي أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس محمد الغزواني منذ وصوله للسلطة، علما أن مأموريته تكاد تنتقل فبنهاية الشهر الذي يبدأ غدا يكمل الرئيس نصف مأموريته ويكون ما بقي منها أقل مما مضى. وعموما أعتقد كذلك أن التقييم الموضوعي لهذه الزيارة لا شك أنه سيرى أن ربما عائداتها كانت دون المتوقع، فإن يعود الرئيس محمد الغزواني من دولة تربطها علاقات تمتد لعقود ووقفت مع البلاد في لحظات مهمة سواء إنشاء حملتها أو تأمين شركة نيرفارما من الفرنسيين أو غيرها من المحطات، أن يعود من زيارة دولة باتفاقية واحدة وبروتوكول تعاون وبمذكرات تفاهم، ونعرف بلاد مذكرات تفاهم وعدم إلزاميتها، أعتقد أنه لا يمكن وصفه إلا بأنه سقح منخفض وأن المتوقع منه كان أكثر، وأنه إذا كانت هناك نتائج أعلى من هذا وأفضل فهي لم تعلن لا في المؤتمر الصحفي الذي حضره عقده الرئيسان ولا في ما بدر منها من اتفاقيات ومذكرات أو اتفاقية وحيدة وبروتوكول تعاون وثلاث مذكرات تفاهم. شكرا لك أحمد ولد محمد المصطفى الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي نواكشوط. أختم معك الولي ولد سيدي هبة بنفس السؤال ورأيك باختصار في هذه المدة التي قضاها محمد الغزواني في رئاسة الدولة. أنا أعتقد أن الرشود شاء في ظروف صعبة وهي ظروف هذه الجائحة كوفيد، وأن التعامل في مجمده معها كان تعاملا قويا وإيجابيا مما جعل البلاد لا تسقط في براهين المشاكل الكبرى التي سببتها هذه الجائحة لدول أخرى. ما يتعلق بالزيارة التي قامت بها الجزائر، لا بالعكس هي زيارة مهمة ومهمة جدا، واستطاعت أن تناقش العديد من الملفات الهامة الأمنية والحدودية، واستطاعت أيضا أن تصل إلى نقطة أساسية وهي طريق يربط بين الجزائر وموريتانيا، وهذا في حد ذاته سيكون منعشا للاقتصاد وللعلاقات البينية بين الشعبين الشقيقين الذين يتقاسمان كما تعلم أواصر القرباء والجوار والأسد والدين وما إلى ذلك، وبالتالي لا بد أن ننظر إليها إلى أنها فاتحة لعلاقات أكثر ثمرات وأكثر فائدة على البلدين. القول بشيء لا يمكن الآن هو ضرب من الجنود، لا الجزائر دولة صناعية ولا نحن دولة صناعية لكي تكون البروتوكولات متعلقة بهذا، ولكن ننظر إلى واقع البلدين وما يمكن أن يتم فيه التبادل، وهو ما سيكون إن شاء الله. شكرا جزيلا. لأن ذلك هو إرادة الشعبين. نعم. الولي ولد سيدي هبة المحلل السياسي من نواكشوط، شكرا جزيلا لك، كنت معي من موريتانيا. بهذا مشاهدي الكرام نأتي إلى نهاية المشهد لهذا اليوم، موعدنا في لقاءات أخرى، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.